في ناس ما راحتش دريم بارك من سنين، انا واحد منهم. اخر مره رحت تقريبا دريم بارك كان 6 ابتدائي او اولى اعدادي حاجه زي كده، فقلت بروح النهارده دريم بارك واشوف ايه التغير اللي حصل في العشر سنين اللي فاتوا دول، اشوف بقى هل فعلا التغير بقى جامد جدا ونروح فعلا دريم بارك تاني ونتبسط زي زمان ولا لا. فالنهارده رحت دريم بارك واقول لك كده اليوم مشي معايا ازاي ودفعت كام وايه الدنيا هناك، فيلا بينا. واللي ما يعرفش انا بتكلم عن ايه او ما يعرفش يعني ايه هي دريم بارك او ايه هو دريم بارك، هو مكان كبير جدا جدا بيخليك تلعب العاب جامده جدا جدا، مش العاب اللي هي النوتي كده والحاجات دي، لا هي العاب لما تيجي تلعبها هتلاقي نفسك انت بتقول سنموت بعد قليل. كنت بقلب كده على الفيس اصلا فلقيت ان يوم 22/2/2022 عاملين تذكره السيلفر ب 75 جنيه بدلا من 175 جنيه، وتذكره السيلفر الكومبو اللي هي بتبقى مع وجبه والكلام ده ب 100 جنيه بدلا ب 195 جنيه. فروحت اليوم ده وصحيت الساعه 9:30 الصبح، صباح الزفت، ورحت اي حاجه توديني عند مدينه 6 اكتوبر. وعلى فكره الطريق كان بعيد جدا جدا عن بيتي، طول ما انا قاعد بقى كده في الاوبر عمال اقول كيف بدا الخلق بقى واحنا ليه اصلا موجودين وامتى النيزك بقى يجي على مصر بقى كده يا باشا ويدمر الدنيا كلها، بس ماليش طبعا اجابه طبعا لكل اسئلتي دي. وقعدنا نمشي حرفيا في طريق كبير جدا 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 لحد ما وصلنا دريم بارك لانها في اخر 6 اكتوبر يعتبر يعني، بس بصراحه يستاهل. رحنا هناك وجبنا التذكره اللي ب 75 جنيه، واول ما تدخل هتلاقي ان في العاب كتيره جدا جدا، في منها اللي بفلوس وفي منها اللي مجانا، وعلى فكره اللي مجانا كتير جدا جدا. ومن الالعاب اللي هتحبها جدا جدا هناك وهي سفينه نوح، اكننا في مركب نوح. يا اخي يعني مش عارف والله اقول لك ايه، يعني بص الحماس جامد يا جدعان، الحماس جامد قوي قوي لحد دلوقتي. يا اخي والله بص يعني مش اجمد حاجه بس تمام يعني جدا فاهمني. طبعا مش هنلعب طبعا الالعاب دي عشان احنا يعني العمر مش بعزقه، فاي حاجه خطيره زي الحاجات دي كده ما بنلعبهاش خالص يعني. سنموت بعد قليل يا جدعان. في العاب كثيره جدا جدا من غير فلوس على فكره، وحلوه يعني مرضيه ان هي مش هتلاقي نفسك انت متضايق ولا اي حاجه. الالعاب اللي من غير فلوس كثيره تقريبا 10-11-12 على ما اظن، يعني ال 12 لعبه دول من غير فلوس يعني الموضوع مسلي جدا جدا هناك يعني. ولو حبيت بقى تلعب العاب خطيره، العاب بتاعه كبار، العاب زائد 18، ممكن تلعب الالعاب اللي بفلوس اللي هي على فكره مش غاليه خالص، بتتراوح من 25 جنيه ل 55 جنيه فقط على كل لعبه زي الالعاب دي الكلام ده. بس يعني ما انصحش اي حد بيها لان انا اصلا ذات نفسي ما لعبتش الالعاب دي لان الموضوع كان يعني جامد قوي بصراحه يعني. ولازم تكون مستعد بقى اصلا بقى للالعاب دي كلها يعني. بصوا اصلا يا جدعان الالعاب دي تموت يا جدعان، ايه ده يا جدعان. وبرده قلعه الرعب برده كانت برده بفلوس، كانت ب 65 جنيه على ما اظن يعني. ولكن مشكله اليوم ده كانت الدنيا زحمه قوي علشان العرض اللي هم عاملينه، بس زحمه اوفر جدا يعني. وبعد ما خلصنا كنا جعانين جدا فكنا الشيبس ده كان ب 10 جنيه وكان على فكره طعمه حلو جدا. بص يا زميلي اللي انا عايز اقوله لك في الاخر يعني ان الموضوع مسلي، الموضوع حلو، الموضوع مش هتتضايق منه خالص. مش لازم عشان تروح دريم بارك لازم يكون عندك 20 سنه او اقل من 20 سنه، لا انت ممكن تبقى كبير. وعلى فكره كان في ناس هناك اصلا كبيره كانت بتلعب هناك. بصوا دريم بارك لاي حد ولاي مكان، اي حد عايز يروح يتبسط، اي حد عايز يروح يتجنن، اي حد عايز يطلع الكابت اللي جواه، دريم بارك هو مكانه. فعلى فكره الموضوع كان حلو جدا وبتروح في الاخر مبسوط وسعيد ومطلع كل الطاقه السلبيه اللي عندك.